لدي حلم أن أغادر المدينة الكبيرة التي استنفذت كامل طاقتي. حلم يراودني أن أغير نمط حياتي بالعودة إلى أحضان الطبيعة البكر. ثمة سلاسل جبلية منهشة، غابات كثيفة خضراء، أنهار متدفقة وتضاريس متنوعة. إحساس يتسرب إلى روحي بأنني سأكتشف عالما آخر ينقلك من الواقع إلى الخيال، وأنني على موعد مع تحقيق الحلم. إثارة غير عادية، ونحن الآن في أرض السحر والعجائب. إن الرحلة سوف تستغرق آلاف الأميال مع تعقيدات عالية. معكم أوسالان لننطلق معا. شوفوا الصبا. في شمال غرب الصين تقع أرض السحر والعجائب، المعروفة بين السنين بالجبال الذهبية والمياه الفضية. إنها ألتاي. تقع في منطقة تداخم ثلاث دول، كازاخستان وروسيا ومنغوليا من جهة الشمال. يعيش في هذه المحافظة حوالي 600,000 نسمة، يشكلون مختلف القوميات بالصين، ومنها القزاق والهان والمنغولي وغيرها من القوميات. قد كانت ألتاي عبر تاريخ ممارا استراتيجيا لطريق الحرير، واليوم تعد معبرا مهما لانتقال كل هذه الحيوانات. مع حلول الشتاء يرتحل الرعاة القزاقيون مع ماشيتهم من مراعي المرتفعات الصيفية إلى مراعي المنخفضات الشتوية، وهو حدث يتكرر كل عام. 过不去了啊. لذلك عندما تصادف قطعان الماشية على الطريق لا داعي للاستعجال، وعليك أن تتحلى بالصبر. منعش للغاية، نحن نقود السيارة في طريق ووجدنا هذا المنظر، مجموعة من الأغنام. أيها أيتها الجميلات، هم يتحاور. يطلق المحليون على هذا النوع من الغنم اسم الأغنام العريضة الذيل. تتوفر في ألتاي العديد من المراعي الغنية بالعشب والماء، ويقول الناس مفاخرين إن أغنام ألتاي تعيش على أعشاب طبية ومياه معدنية. آلاف رعاة القزاقيين يقطعون هذا الممر سنوياً، والعام أورالي كواحد منهم، حيث قام بإعادة نصب خيمته في المراعي الشتوية للعيش بها في شتاء هذا العام. القزاق هي إحدى القوميات العشر المسلمة بالصين. لا يزال أبناؤها يحافظون على نمط الحياة البدوية الذي يتشابه مع حياة البدو في البلدان العربية. أما عن شكل الخيمة التي يعيشون فيها طوال العام باستثناء فصل الشتاء، فالجزء العلوي منها ينتهي بقبة، والسفلي يأخذ شكلا دائريا، بينما تصنع أعمدتها من الألواح الخشبية، إضافة إلى سهولة تفكيكها وإعادة نصبها ما يناسب حياتهم المتنقلة. يعكس التطريز التقليدي بخيوطه الزاهية المذهلة مهارة المرأة القزاقية وعشقها للحياة والجمال، ويتجلى ذلك في الرسومات التي تزين المطرزات بأشكالها الجميلة من حيوانات والنباتات وغيرها. شخصنا مصطفى
不喝这个东西，我们主要都不能干一下。我尝一尝。有点咸咸的，放盐了。放盐了，这不放咸盐，我们喝不了。就那跟您商量，从开始喝惯了一样。所以小朋友也会喝吗？也喝，他们昨晚就是喝的奶茶。 إنها جيدة جدا، رائحة طيبة وشهية، وأنا أعشق نمط حياة البدوي وثقافتهم الممتدة لقرون عديدة. كغالبية البدو يحمل القزاق مودة أعرمة ومشاعر دافئة تجاه أي زائر يطرق باب خيمتهم. وهي قيم اجتماعية ورثوها عن أسلافهم. مع أننا نعيش في العصر الحديث، إلا أن التعبئة البدوي لا يزال حاضرا بقوة في طريقة عيشهم ونظرتهم للحياة. ومع عزف أغنية السفرة على حصان أصوات، تعم السعادة في أرجاء المكان، وترتسم البسمة على الوجوه، ما يدفعك للبقاء هنا لأطول فترة ممكنة. بينما كنت أواصل رحلتي من الجنوب إلى الشمال شينجيانغ، صادفت بحيرة واسعة. تسمى هذه المنطقة باسم فوهاي، وهي تقع جنوب جبال ألتاي. أما عن كلمة فوهاي فهي تعني البحر المزدهر. يطلق المحليون على البحيرة اسم بحر، وذلك من باب المجاز. تعرف أن شينجيانغ واسعة للغاية، فعندما تنتقل من مكان إلى مكان آخر إن الرحلة دائما تستغرق عدة ساعات، فعليك أن تخرج من سيارة وتتماشى في طريق قليلا. لا تعرف ماذا ستجد، مثلا هذا المنظر. وفي شينجيانغ تعمل الرياح على نحت وتعرية بعض أجزاء سطح الأرض، ومن بينها تضاريس يردان. الرياح القوية القادمة من سيبيريا وآسيا الوسطى خلفت وراءها في شينجيانغ نتوءات وأشكال صخرية متآكلة. وغالبا ما يطلق على هذا النوع من التضاريس اسم مدن الأشباح بسبب شكلها والأصوات الغريبة الصادرة عن هبوب الرياح. هذه هي مدينة الأشباح الوحيدة التي تقع بجانب البحيرة، ويمكن رؤيتها بوضوح من أعلى القمة. فالصخور المتآكلة تشبه البنايات، وبالنسبة إلي تبدو كنسخة حجرية من فينيسيا. في الوقت الذي صمم فيه مهندس عصر النهضة في فينيسيا القصور على طول قناتها المائية الكبرى، فقد تشكلت هذه القصور التي ترتفع بمقدار 20 مترا عن سطح البحيرة بفعل العوامل الطبيعية. مع عظمة الصخور الرملية والطينية والماء الذي يختفي وراء الأفق، ستشعر كأنك بجانب البحر، وستعرف حينها سبب تسمية الناس هنا للبحيرة بالبحر. أي كنوز دفينة في هذا البحر الشاسع؟ تتميز هذه البحيرة بوفرة الأسماك، ويقطن بمحيطها عائلات تعيش على الصيد، هاجرت إليها من جنوب الصين. السيدة تشن غويشان واحد منهم، وقد مارس الصيد هنا لأكثر من 10 سنوات. <音>它全部是靠这个湖，里面有三个孩子嘛，这是小孩子，还有个中孩子，那边还有个大孩子，三个孩子一年有几千万的收入。那今天的收成算好还是算一般啊？这是最差的。是吗？为什么呀？
这个天这蒙一冷冷的，过两天温度一升起来还可以。今天捕了四种鱼吧，花鲢、斗鱼、鲤鱼，还有一个鲫鱼。鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼，我都见过。狗鱼是哪个？狗鱼是黑灯鱼。黑灯鱼的狗鱼。哇，这个就是狗鱼，为什么叫它狗鱼呢？哎，一定超滑的，这个超滑，所以说戴手套不戴手套不好拿。它为什么叫狗鱼啊？这个鱼鲫鱼厉害，你看那个嘴巴牙齿跟狗，跟那个狗牙齿一样的，这个叫鲫鱼相当厉害。哇，它是吃肉的鱼啊！它一公斤吃一公斤小鱼，长一公斤。哇塞，你好厉害啊！它咬着鱼就不动，不放吧。哎呀！不要咬我！啊，好活泼！啊，这个叫什么鱼啊，师傅？五道黑。اسم هذا النوع من الأسماك وداء هي. وقال لي هذا الأخ إن ذوقه أجمل وأشهى وربما سوف نأكله في هذا الغداء.تشتهر فوحة بموائد السمك. عندما تأتي هنا يجب أن تجرب بعض أسماكها الطازجة، حيث يقومون بإعداد السمك بعدة طرق وبمختلف التوابل، كما يطبخ السمك بماء البحيرة للحفاظ على نكهته الأصلية. ومن أشهر أطباقه السمك المقلي والمسلوق والسمك المطبوخ على البخار والفطائر المحشوة بسمكوكرات السمك وغيرها من الأنواع وبأي طريقة يمكن أن تتخيلها. في أرض السحر والعجائب نواصل مغامراتنا المائية وسط أكثر المناظر الطبيعية جمالاً وسحراً بالعالم. إنها كناس. كناس كلمة منغولية الأصل وتعني بحيرة الوادي.تقع في أقصى شمال ألتاي. تبلغ كناس ذروة جمالها في فصل الخريف، وهذا ما يشعر به جميع الزوار. يبدأ مسار رحلة من بحيرة كناس مروراً بالبحيرة السوداء ووصولاً إلى قرية خامو، مستغرقاً 3 أيام مع النوم في الهواء الطلق.هو خليج الغمرة، انظر إلى شكله يشبه الهلال، أليس كذلك؟ يتغير لون المياه تدريجيا، يشبه الياشم الملون، يعكس ألوان الجبال في الخريف. فكيف يحدث هذه الظاهرة الفريدة؟ وكم سيرا سنكتشفه؟ لا نعرف. ثمة أثران على الشاطئ على هيئة قدم بشرية، الأمر الذي يدعو إلى الدهشة، وهو ما دفع بعض المحليين إلى الاعتقاد بأنها آثار أقدام لمخلوقات خرافية. يتميز ماء البحيرة في بداية ربيع بشفافيته ودرجة نقائه العالية، ويتغير لون البحيرة من الأخضر إلى الأزرق السماوي مع حلول الصيف، ما يعطيها منظراً في غاية الجمال والروعة.ينمو في منطقة بحيرة كناس مجموعة من النباتات المتنوعة والحيوانات النادرة المحمية على المستوى الوطني. ومن أجل دفع تنمية السياحة المحلية، استثمرت الإدارات المحلية الكثير من الأموال في بناء وإكمال المنشآت الأساسية وإعداد النشاطات السياحية المختلفة، مثل رحلات المغامرة في أعماق الغابات، ركوب الزوارق السريعوتسلق الجبال. تعد منطقة بحيرة كناس المنطقة السياحية الوحيدة في آسيا التي تتمتع بمناظر طبيعية تضاهي نظيرتها في سويسرا. تعمل رياح الخريف أثرها في الغابات فتحولها إلى عالم متعدد الألوان، إذانا ببدء الموسم الأكثر ازدهارا في كناس.هل شاهدت النهر المجرى من قبل؟ كنت أشاهد النهر المجرى الحقيقي عند تسلق سيناء،
وفي ذلك الوقت كنت أدرس في جامعة القاهرة، وهذا اليوم لا أعرف ما إذا كان الحظ سيحلفني أم لا. وبعد نصب الخيام ليس بيدنا أي شيء إلا الانتظار. تمر قطع السحاب التي تسبح في السماء المتثاقلة لتضفي جوا سيريليا على هذه المنطقة، ما يرسم مشهدا يختلط فيه الواقع بالخيال والحقيقة بالحلم. إنها تجربة فريدة في مكان ساحر، تجعلني أشعر بأنني أعيش في عالم من الأساطير. أحاول أن أستوعبها على مهلي مع إدراكي بأنها لحظة لن تنسى. أسمع أنغاماً جميلة تحاكي حالة الهدوء والصفاء التي تنعم بها بيئة كناس. توصف منطقة كناس بحديقة الآلهة، وهذه الأنغام التقليدية تذكرنا أنه لا يزال يعيش في هذه الحديقة الخلفية أناس منسيون، إنهم أبناء توع. لمئات السنين عاش أبناء توع الذين ينحدرون من أصل منغولي في قرية خامو. وفي الصين كلها لا يتجاوز أبناء توع 2000، ومعظمهم في هذه القرية، وهم بارعون جدا في مطاردة الخيول وسيلة النقل الأساسية بالقرية. من الرائع أن أبناء توع ما زالوا يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم إلى اليوم، ويسكن في غابات القرية شيخ مسن معروف لدى الجميع، يعد رمزا وممثلا مرموقا لأبناء توع، إنه الجد شوكاي. يقع بيت الجد شوكاي على الضفة الغربية لنهر خامو، وهو صياد وحرفي ماهر. قبل أن تتحول كناس إلى محمية طبيعية، دائما ما كان يقصد الجبال على زهر حصانه حاملا بندقية صيد، ولديه خبرة كبيرة في تربية النحل وترويض الخيل وصناعة المستلزمات اليومية. كل هذه المستلزمات صنعها الجد الشكاي بنفسه، فالقبعات والفروات تتخذ من جلود الخيل أو الماشية. أما المادة الخام للأواني الخشبية فقد جاءت من الغابات المجاورة. هذه زلاقته الجلدية الجميلة، وهي أداة لا يستغني عنها أبناء توع في الجبال. يقول الجد إن أبناء توع استخدموا زلاقة الجليد منذ آلاف السنين،
ويستغرق صنع الزلاقة الجلدية حوالي نصف شهر. يستمر الشتاء في خامو حتى منتصف العام، ويتجاوز سمك الثلج حاجز المتر، ما يسبب معاناة كبيرة للخيول أثناء السير، ولذلك يلجأ البعض إلى ركوب زلاقة وهم يحملون الحطب عائدين إلى بيوتهم. وبهذه الطريقة أصبح التزلج جزءا مهما في حياة أبناء توا. كلما تساقطت الثلوج بدأ شباب توا كأسلافهم في إقامة مسابقة التزلج على الجبل الجليدي، وهو ما يراه آخرون إرهاصا لبدء نشاطات التزلج في العصر الحديث. يرى الجد الشوكاي أن المنتجات التي يصنعها ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، إضافة إلى فترة الصلاحية الطويلة. في قرية خامو ستصادف العديد من المنازل الخشبية لأبناء توا، حيث يمكن لرجلين أو ثلاثة بناء منزل خشبي في غضون 10 أيام. فبعد إزالة قشرة الخشب الخام وتعشيق أجزائه، يصبح الخشب جاهزاً لبناء الجدران، حيث تفرش طبقة من تحالب الخضراء بين الألواح الخشبية، ما يوفر الدفء داخل المنزل. على الرغم من تسلل أدوات الحضارة الحديثة إلى الجبال، لكن أبناء توا حافظوا على نمط حياتهم التقليدي، وهو ما يجسد التناغم بين الإنسان والطبيعة. لا أحد يعرف على وجه التحديد من أين جاء أبناء توا ولا مدى استوطنوا كناس، لكن ثابت أنهم يتمتعون بماضي عريق يضرب بجذوره في أعماق التاريخ كجبالهم الراسخة. يحسب لهم صمودهم وشجاعتهم في مواجهة التحديات والتغلب على مصاعب الطبيعة، والحفاظ على التقاليد المتوارثة جيلا بعد جيل. من نهر الجليدي في القمة الجبلية المغطى بمختلف الزهور إلى مناظر جبلية تكتسي بألوان الخريف الزاهية. حقيقة قد شاهدت الكثير من المناظر الخلابة طوال هذه الرحلة، لكن ثمة حلم أسعى إلى تحقيقه قبل مغادرة المكان. كلما أشرقت الشمس على قرية خامو، كان قوة تصوير على موعد مع التقاط أجمل الصور لأكثر المناظر الطبيعية روعة وسحرا. تجمع كناس بين القيم الطبيعية والحضارية، فلن تعد اليوم مجرد مكان جميل، بل هي فضاء روح تبعث في نفوسنا الأمل، وتترك أثرا لا يمحى في ذاكرة الناس والأشياء. إنها فكرة جيدة جدا أن نستيقظ مبكرا لنلقي نظرة لأبناء توا في ألتاي، وهم يقومون بأعمالهم في صباح. هذا المكان شاسع وبعيد عن المدن الكبيرة، ولديه الكثير من الأشياء تستحق أن تستمتع بها. أما بالنسبة إلي فأنا محظوظة للغاية لأجد هذا المكان رائع مثل هذه الصورة. لا أعتقد سأنسى هذا الإحساس بسلام والطمأنينة من هذا المكان. وألتاي هي واحدة من الأماكن التي سترغب في العودة إليها مرة بعد أخرى. معكم أوسالان، إلى اللقاء.